كلاكسيكيات، فسري لي المركب ده. كلاكسيكيات هو فريق بيقدم غنى كلاسيكي بطريقه الاكابيلا لرجل الشارع المصري المحاط بالكلاكسات. احنا طول الوقت محاطين بدوشه كبيره جدا، محاط بالكلاكسات. والموسيقى الكلاسيكيه والغنى الكلاسيكي دايما مقترن بالهدوء او بالناس الرايقه جدا او بالناس اللي بتقول حاجات احنا ما نعرفهاش، حتى بعيد عن ثقافتنا. فاحنا حبينا ان احنا نقرب المسافات، نعمل مزيج من الغنى الكلاسيكي بالطريقه دي، بطريقه الاكابيلا اللي انا شخصيا بحبها جدا وبعتبرها بتستخدم اهم اله في الكون اللي هي الحنجره البشريه. طبعا. وفي نفس الوقت نقدم اغاني المجتمع المصري بيحبها ويقدر ان هو يسمعها، وكمان بتخليه يشوفها بتناول جديد. لو يغني معاكي ده هو، انا يعني واحنا في الانترو كده انا بدات، انا كمان اشتغلت عادي جدا كاني واحده من الاكابيلا، لانك بتدي فرصه لكل الناس تغني. صحيح، احنا في كلاكسيكيات ما عندناش شروط للسن او لخبره موسيقيه سابقه او لدراسه، اي حاجه في دول مش موجوده في كلاكسيكيات، بس بيبقى في اوديشن بتعديه وبتكوني جزء من الفريق على طول. لكن ولا حتى مرتبط بسن، يعني انا شفت في الكليب صغننين وكبار على مستوى الوقفه وعلى مستوى القعده على الشلت، يعني كله شغال يعني. ده حقيقي، وده جزء من يعني الحاجه اللي انا بؤمن بيها انا شخصيا، انه الموسيقى الكلاسيكيه لازم تبقى متاحه للكل، تبقى متاحه للاطفال، تبقى متاحه للناس اللي طلعوا على المعاش وعاوزين يقضوا وقتهم في حاجه هم بيحبوها. الله. تبقى متاحه لستات البيوت، تبقى متاحه للناس اللي بتشتغل ومش عايزه تسيب شغلها في سبيل الفن، لا عاوزين يعملوا الاثنين مع بعض. انا شخصيا انا مش محترفه فنيا، يعني انا بروح موظفه من 9 ل 5 عادي جدا في مجال تاني خالص، بعد الساعه 5. انت دكتوره؟ انا درست طب فعلا. طبيبه ايه بقى؟ انا درست طب بشري بس ما اشتغلتش دكتوره، عملت شيفت بقى لمجال الاعلام التنموي. اوكي، يعني حاجه تانيه خالص. حاجه تانيه خالص، اعلام تنموي، لايف كوتشنج بقى وحاجات زي كده، ولا حاجات ليها علاقه اكتر بالمؤسسات التنمويه؟ المؤسسات اللي بتعمل حاجات لحقوق الاطفال، لحقوق الستات، ازاي ان احنا نحكي قصص نجاح المنظمات دي ونعمل يعني توعيه كمان بقضايا الاطفال عن طريق الاعلام، فده مجال تخصصي اكتر. حتى تلاقيني دايما الاغاني بتاعتي ليها حلو يا داليا يعني. طب نبدا بقى من الاول فعلا، هل انت درستي الغنى؟ لان في المقطع اللي شفناه برضو الفيديو، لا صوتك صوت يعني صوت يعني تروحي دار الاوبرا بقى وعند الناس الكبار دول وتغني يعني. هو الحقيقه انا بدات متاخر شويه، يعني بعد ما بقى عندي 30 سنه قررت ان انا كنت بمر بظروف صعبه شويه في حياتي، فقررت انا عايز اعمل حاجه انا بحبها علشان احاول اتخطى الظروف دي. فقلت افكر ايه الحاجه اللي انا بحبها اكتر حاجه، فكانت الغنى. فبدات ان انا ادور على مكان لامثالي، يعني للناس اللي هي ما درستش موسيقى وفي نفس الوقت مش مستعده تتجه كولي لده. بالظبط. فانا الحقيقه ما لقيتش ده قوي، فقلت ان انا اخلقه، يعني اذا كان ده مش موجود فليه ما نخلقوش. فباعتبار ان انا طالبه طب قديمه، فانا متعوده على المذاكره طول الوقت. فبدات ان انا اذاكر، اشوف الناس بتذاكر ازاي. فاخدت كورس في نظريه الموسيقى تبع جامعه ادنبرا، وده علمني نظريه الموسيقى. نظريه الموسيقى اللي هي العلم ازاي بنخلق بالموسيقى. ادنبرا يعني ايرلند صح؟ ادنبرا في ايرلندا مش كده؟ يعني تحت شويه من ايرلندا يعني. يعني يس. فالفكره انه الكورس ده متاح لاي حد ان هو يدخله، مش محتاج دراسه سابقه، واي حد يقدر ان هو يشترك فيه، اتس فور فري. فقلت ليه لا. فبعد كده اكتشفت ان انا شغفي الحقيقي فعلا هو الهارموني، ازاي ان انت تقدري زي ما بيحصل في كلاكسيكيات ان انت تكتبي لاين او تالفي جمله موسيقيه مختلفه عن اللاين الاساسي، وفي نفس الوقت تبقى ان هارموني، تبقى ماشيه معاها. فلقيت ان ده فعلا شغف عندي وموهبه عندي، حابه ان انا انميها. يعني انت ما كنتيش تعرفي يعني ايه اكابيلا في الاول؟ انا كنت اسمع عن الاكابيلا باعتبار انا بحب الفنون الكلاسيكيه، يعني انا طبعا بحب الاوبرا، كنت بروح اوبرا وانا صغيره، كنت بسمع كورال فايحة اللي هو اكبر كورال الاكابيلا في الوطن العربي. بس عمري ما تخيلت ان انا اللي اكون صانعه الفن ده، يعني طول عمري كنت احب ان انا اسمعه. وحتى مش هتمارسيه. ده كان بعيد. حتى مارسته فتره قليله لما كان كورال فايحة فتح لفتره، كان في فرع في مصر شاركت انا فيه لفتره قليله وبعدين الفرع اتقفل، بس انا بقى كملت وكنت على تواصل مع المايسترو بركيفتا سلاكيان اللي هو قائد كورال فايحة، وهو كان مؤمن جدا بفكرتي ان انا عايزه اعمل زي ما كورال فايحة الوطن العربي كله، انا عايزه اعمل حاجه لمصر، عايزه اعمل حاجه تمثل الاغاني المصريه. فاحنا كل الاغاني اللي احنا بنعملها بالاسناء مصري، يعني زي اللي احنا شفناه.